بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر الأخ محمد المطير على هذه الدعوة وعلى الوقفة التضامنية اللي دعا لها، وهي دعوة مستحقة لرجل يستحق منا الكثير. الأخ بدر الداهوم أعرفه من عام 2012، وعرفته عن قرب هالشهرين اللي زاملته فيهم في مجلس الأمة، ويعلم الله ويشهد الله ونحن شهداء الله في الأرض بأنه نعم الرجل المدافع عن مكتسبات الشعب الكويتي، ونعم الرجل اللي يقف بوجه الفساد. شهادتي فيه والله مجروحة، هذا الرجل، لأني عرفته عن قرب وزاملته حتى في لجنة الميزانيات، أنا معاه في هذه اللجنة، وشفنا فيها العجب العجاب، لكن في كل موقف نجد أبو حمد بالمرصاد. لذلك وقوفنا اليوم مع الأخ بدر الداهوم ما هو وقوف لشخصه الكريم وهو يستحق منه، هذا هو وقوف مع المبدأ والحق اللي إذا تنازلنا عنه اليوم بكرة راح يكون الدور على الدكتور عبد الكريم الكندري، بعده على الصويط، عقبه على المطير، عقبه على الثاني والثالث، إلى أن كل مصلح في هذا البلد يتم إقصائه. اليوم وقفتنا ووقفة الشعب الكويتي، وما دام هذه الوجيه موجودة وداعمة لنا في مسيرتنا الإصلاحية، والله العظيم بإذن الله لن نخيب في خطنا ومسعانا اللي احنا نمشي فيه، وبإذن الله لن نخيب ما دام هذه الرجال تقف موقف الحق مع الرجال التي تستحق. إذا اليوم أنا ودي أختصر، لكن هي رسالة مهمة جدا يجب أن يقرأها الجميع، الكل يشاهد التغييرات السياسية في المنطقة، الكل يشاهد الوضع الإقليمي في المنطقة. لذلك سياسة تكميم الأفواه وسياسة الإقصاء السياسي لأي مصلح لم تعد مرضية لنا ولن تجدي نفعا. لذلك على السلطة أن تقرأ ذلك جيدا وتسارع في طي كل الملفات اللي فيها قضايا الحريات وقضايا الرأي العام. لذلك أنا أؤكد مرة أخرى، إخوانك النواب اليوم معاك يا أبو حمد، ومعاك إن شاء الله إلى أبعد حد، وإن شاء الله الشعب الكويتي الحر والأبي معاك في هذه القضية، وبإذن الله حنا نربأ بالمحكمة الدستورية إلا أنها تقف مع الحق وتنصر أخونا بدر الداهوم في الجلسة إن شاء الله يوم الأربعاء. وبإذن الله نبارك لك ونبارك لأنفسنا قبل لا نبارك لك، بأنك إن شاء الله راح تستمر معنا، وشكرا للجميع.